والتلون في هذا الزمن قد تعددت أشكاله وكثر دعاته وأعظمه فتنة على أهل السنة ما كان جائيا من قبل من يتسمون بأهل السنة، فإن البلية بهؤلاء أعظم، وذلك لأن فتنتهم ألصق بأهل السنة، إذ يزعمون أنهم من السنة وأهل السنة، فباطلهم أكثر رواجا وانحرافهم أكثر قبولا بين الناس، وما ذاك إلا لما يسمعه الناس من بعض هؤلاء المتكلمين بكلام هو في ظاهره يشبه كلام أهل السنة وإن كان فيه ما ليس منه، ولكن لا يعرف ذلك إلا من يخبر هؤلاء المتلونين ومن يحقق في مذهب أهل السنة ويعرفه ويدريه.